نكمل في موضوع الـ Good Conductor Material، ووصلنا في المحاضرة السابقة أو المقطع السابق بالحديث عن الـ Skin Effect وتطبيقاته. أول تطبيقات أو إحدى أهم تطبيقات الـ Skin Effect هي الفرق ما بين الـ DC والـ AC Resistances. مثلا لو كان في عنا مقطع من موصل بهذا الشكل، وجيت تحسب مساحة هذا المقطع الذي يمر فيه كرنت بهذا الاتجاه، في عندنا هنا نص قطر المقطع على سبيل المثال A، وطول المقطع L، والمقطع مصنوع من مادة له كوندكتيفيتي قيمتها سيجما. فراح تيجي تحكي ان المقاومة R equal L على سيجما في الاريا، حيث ان الاريا equal مساحة الكروس سكشن اذا كان دائري وهو باي A سكوير N اوم. هذا الحكي صحيح في حالة الدي سي. ليش صحيح في حالة الدي سي؟ لأنه الكرنت في حالة الدي سي راح يكون مار في كامل هذا المقطع، بينما في حالة الاي سي ريزيستنس اللي بصير شوي مختلف. إذا جينا أخذنا نفس السلك، نفس الطول، نفس مساحة الكروس سكشن، نفس الراديوس، نفس المادة المصنوع منها سيجما، لكن غيرت التردد لمار في الكرنت، بس بدل ما يكون الكرنت 10 امبير سويت مثلا 10 كوساين اوميجا تي، وظليتك ترفع في الفريكوانسي لحتى وصلت لرينج مثلا الميجا هيرتز او الجيجا هيرتز. اللي بصير بهاي الحاله انه كل ما زادت الفريكوانسي الكرنت راح يبطل يتجمع في الداخل، وانما راح يصير يتجمع على السطح الخارجي. وهذا الاشي يرتبط في مفهوم الـ Continuity Equation and Relaxation Time اللي شرحناه في شابتر 5، ووضعنا فيديو للمراجعة في بداية هذا الكورس. فمن خصائص الـ Relaxation Time حكينا انه الشحنات الموجودة في داخل المادة، خاصة اذا كانت موصل، راح تبلش هاي الشحنات تخرج الى السطح، وجميع الشحنات راح تكون موجودة على السطح في حالة انه كانت سيجما قيمتها انفينيتي او سيجما عالي جدا. والبيأثر على Relaxation Time شغلتين اللي هم الكوندكتيفيتي والفريكونسي. فشفنا شو تأثير الكوندكتيفيتي ودرجة الحرارة، والآن نتكلم على تأثير الفريكونسي. برضو نفس الاشي، كل ما زادت الفريكونسي راح تلاقي انه الكرنت بنطرد من الداخل، بصير الكرنت يتجمع على الحواف، وهاي مثلا قوة الطرد المركزي او Centrifugal Force. فبصير مثلا الواير اللي نص قطره A بصير زي كأنه في انفلوب داخل هذا الواير، وبصير الكرنت يمشي فقط في الحواف بهذا الشكل، بحيث انه السماكة ما بين جدار الواير وما بين ادنى سماكة يكون موجود فيها التيار، هي منعرفها بالسكين افكت دلتا. طبعا دلتا الى لغاية 5 دلتا، زي ما حكينا دلتا لغاية 5 دلتا بيكون التيار موجود، لانه 1 دلتا تقابل اكسبوننشال ناقص 1 اللي هي تقابل 36.8%. يعني بعد سماكة مقدارها دلتا راح يكون عندنا 68.2 من الكرنت موجود في المنطقة اللي هون، واللي ظل موجود في داخل السلك في الداخل اللي هو 36.8%. فإذا كبرت سماكة الجدار إلى 2 دلتا، 2 دلتا اكسبوننشال ماينس 2، حط على آلة الحاسبة تقريبا 14% اللي راح يظل موجود في داخل السلك، و86 راح تكون موجودة في محيط السلك. 3 دلتا اللي هي اكسبوننشال ماينس 3 تقابل 5%، 4 دلتا اللي هي اكسبوننشال ماينس 4 تقابل 1.8% من الكرنت اللي راح يكون موجود في داخل السلك، و5 دلتا اللي هي exponential minus 5 اللي هي less than 1% من الكرنت اللي راح يخترق. يعني لو كان في عندك سلك بهذا الشكل واخذت سماكة من قيمتها 5 دلتا، بحيث ان السماكة من هون لهون 5 دلتا، فتوزيع الكرنت راح يكون للتالي تقريبا هون اكبر من 99% موجود في هاي المنطقة، واقل من 1% موجود في داخل السلك. وهاي 1% أكيد ما راح تصل للسنتر، إذا كان طبعا ليترون راح نشوف شو العلاقة ما بين دلتا والراديوس A. فمعناته راح يصير في عندك منطقة أو فجوة في منتصف السلك، يعني راح يكون في عندك منطقة مصنوعة من كبر ولا يوجد فيها شحنات أو لا يمر فيها كرنت.
طيب إذا كان في عندك منطقة لا يمر فيها كرنت في منتصف السلك، معناته ما في داعي نحسب مقاومتها لأنها أصلا ما راح تقاوم كرنت لأنه ما في كرنت. فمن هون طلع الفرق ما بين الدي سي ريزيستنس والاي سي ريزيستنس، بسبب أنه ليس كامل السلك راح نحتاج أنه نحسب مساحته لأنه مش كله راح يقاوم التيار. فمن هون ظهرت الاي سي ريزيستنس. والاي سي ريزيستنس عشان نفهمها، لو أخذنا هذا المقطع مثلا سماكته دلتا، وهذا المقطع اللي هون اللي سماكته دلتا، واجيت مثلا فردته بهذا الشكل، راح تحصل على انه السماكة اللي هي دلتا والطول خلينا نسميه دبليو، ودبليو طبعا اللي هو المحيط، والمحيط اللي هو عبارة عن 2 باي اي. فراح تصير الريزيستنس في حالة الاي سي صح نفس القانون، ال على سيجما في الاريا، ال بتضلها ال، وسيجما هي طبعا موصلية الكوندكتر، لكن الاريا في هاي الحالة ليست مساحة الدائرة وانما مساحة هذا المربع اللي هو دبليو في دلتا، او 2 باي اي في دلتا، على اساس انه 2 باي اي هي دبليو، فبتصير ال على سيجما دبليو في دلتا. فرق ما بين دبليو اللي هي الراديان فريكونسي، فرق بين دبليو اللي هي 2 باي اف اللي وحدتها راديان بير سكند، وبين كابيتال دبليو اللي هي تو اللي هي المحيط 2 باي اي. اوكي، هون عندنا بيج دبليو. طيب فهل عرفنا انه ليش راح يطلع عنا فرق ما بين الدي سي والاي سي ريزيستنس؟ بسبب ظاهرة السكن افكت. طيب ايش معنى واحد دلتا تقابل اكسبوننشال ناقص واحد؟ بترجع لمعادلة الالكتريك فيلد كالتالي. هل لما اخذنا الاكسبريشن الالكتريك فيلد حكينا انه الالكتريك فيلد ايكوال اي نود بلس اكسبوننشال ماينس الفا زي في كوساين اوميجا تي ماينس بيتا زي، على اساس انه في الاكس دايركشن. طيب مين المسؤول عن الماجنتيود؟ هذا الحد اللي هون هو المسؤول عن الماجنتيود. فنحكي هون افتر زد ايكوال دلتا، طبعا لما نوضح المسافة في داخل السلك بنحكي عن زد، لانه هون واضح انه الموجة اي كي تنتقل ان ذا بوستيف زد دايركشن. فافتر زد ايكوال دلتا فبدو يصير الماجنتيود اي نود بلس اكسبوننشال ماينس الفا في دلتا. فبعد مسافة مقدارها دلتا حكينا الماجنتيود راح ينزل ل 0.368 من الـ E نود بلس. بعد مسافة مقدارها دلتا فالماجنتيود راح يبطل E نود بلس وإنما راح ينزل لهاي القيمة، فبتشطب E نود بلس مع E نود بلس. وحكينا إنه الدلتا هي 1 على ألفا، فحصلنا هون exponential minus 1 اللي هي 0.368. فلهذا السبب حكينا exponential after 1 delta يعني exponential ناقص 1، after 2 delta exponential ناقص 2، وهكذا. فلو عرفنا هلا مصطلح الـ AC resistance وأيضا مصطلح الـ surface resistance. الـ surface resistance رمزه RS، والسيرفس ريزيستنس ممكن تكتب بهاي الصورة انه واحد على سيجما دلتا. دلتا في الجود كوندكتر اللي هو واحد على الفا، والفا حكينا انه واحد على اوميجا ميو سيجما على اتنين تحت الجذر، او تساوي واحد على باي اف ميو سيجما تحت الجذر. فلو اخذت قيمة دلتا عوضتها في الاكسبريشن اللي هون راح تحصل على انه السيرفس ريزيستنس equal by f mu على سيجما تحت الجذر. ها طبعا قيمتها بالأوم لأنه دلتا وحدتها بالمتر وسيجما سيمنز على متر، فمتر بتروح مع متر، واحد على سيمنز اللي هي أوم. السيرفس ريزيستنس نحتاجها عشان نكتب قانون الاي سي ريزيستنس. احنا خدنا الار اي سي اللي هو عبارة عن ال على سيجما اريا، لكن عرفنا انه الاختلاف بينها وبين الدي سي اللي هو في الاريا، يعني هاي تقدر تكتبها انها ال على سيجما في دلتا في دبليو اللي هي الاريا. واذا حطيت محل دلتا هذا القانون عوضته كمان في هذا الاكسبريشن راح تحصل على
R S L على W، يعني نقدر نستفيد من السيرفيس ريزيستنس لإيجاد الـ AC ريزيستنس. فإذا كنت تعرف شو هي السيرفيس ريزيستنس بتعوضها هون. طب كيف تجيب السيرفيس ريزيستنس بشكل أسهل؟ السيرفيس ريزيستنس ببساطة اللي هي الريال بارت لإيتا، مش حكينا إنه إيتا في الجود كوندكتر راح تكون كومبلكس نمبر اللي هي إلها ماجنتيود وإلها فيس شيفت، يعني إيه، والفيس شيفت مقداره 45 درجة. طيب ركز معي بهذا القانون، قانون الار اس انه باي اف ميو على سيجما، ونشوف هلا كيف نجيبه من الريال بارت لايتا. فايتا ان جود كوندكتر حكينا هو اوميجا ميو على سيجما تحت الجذر انجل 45 درجة، وبتقدر تكتبها انها اوميجا ميو على سيجما اكسبوننشال جي باي على 4، وبرضو تقدر تكتبها انها اوميجا ميو على سيجما في كوساين 45 اللي هو 1/2 زائد ساين 45 هو جي 1/2. وهي برضو بتقدر تكتبها انها اوميجا ميو على 2 سيجما تحت الجذر في 1+ جي. هل هاي كلها صور لكتابة ايتا للجود كوندكتر كيس؟ طيب اوميجا ميو على 2 سيجما بهذا الشكل، لو دخلت دلتا في الموضوع، دلتا اللي هي 1/π μ سيجما او اوميجا ميو او اوميجا ميو سيجما على 2، لو ضربت هنا اوميجا ميو سيجما، لو ضربت في سيجما على سيجما ممكن تدخل دلتا في الموضوع، فبتصير عندك هون انه ايتا تقدر تكتبها انها 1 + j على سيجما دلتا. طيب فالريال بارت هون، الريال بارت لايتا اللي هو 1/σ دلتا، وهذا اللي سميناه السيرفيس ريزيستنس. فالسيرفيس ريزيستنس مهم لانه بتقدر تجيبه مباشرة من الايتا، واذا جبت السيرفيس ريزيستنس بتقدر تجيب الاي سي ريزيستنس. اذا جيت تقسم هلا الريشيو ما بين الدي سي ريزيستنس او الاي سي ريزيستنس تو ذا اي سي ريزيستنس، ار اي سي على ار دي سي لنفس السلك اللي حكينا عنه اللي هو السلك اللي نص قطره ايه، مقطعه دائري طوله ال مصنوع من سيجما، فراح تحكي انه الاي سي ريزيستنس اللي هي عبارة عن ال على سيجما في دلتا في دبليو، والدبليو اللي هي المحيط 2 باي ايه، تقسيم الدي سي ريزيستنس اللي هو ال على سيجما في الاريا، والاريا اللي هي باي ايه تربيع. فإذا شطبت L مع L وسيجما مع سيجما وباي مع باي ووحدة من الـ A مع الـ A، فراح تحصل على أنه الـ RAC على الـ RDC equal A على 2 دلتا. هلا usually دلتا رقم very small number، دلتا في الغالب much less than 1، فلما يكون مقسوم على رقم أقل بكثير من 1 معناته الـ RAC أكبر بكثير من الـ RDC resistance، وهي الريشيو بتكبر أكثر كل ما صغرت دلتا، ودلتا بتصغر كل ما كبرت الفريكونسي، لأن الفريكونسي موجود في المقام للسكن إفكت اللي هي دلتا. طيب مرة ثانية، دلتا تعريفها it is the skin depth، يعني سماكة القشرة، قديش ممكن الموجة تخترق في داخل المادة، هاي منقيسها بدلتا. إذا اخترقت مسافة معينة وكان مقدار الاختراق 36.8% بنعرف إنه سماكة الجدار هون دلتا. إذا أجيت فحصت قوة السيجنال بعد ما اخترقت الجدار ولقيتها 14% بتعرف إنه سماكة الجدار 2 دلتا، وهكذا. فكل ما كان قيمة الاختراق أقل كل ما كانت سماكة الجدار أعلى. طيب وين تطبيقات السكن إفكت؟ ناخد تو إكزامبل بالأرقام وين السكن إفكت it is an important to measure. مثلا for a copper wire، okay. إذا أخذنا copper wire بحيث انه سيجما equal 5.8 × 10⁷ سيمنز بير متر، وسلك النحاس نون ماجنتيك يعني ميو equal ميو نود، واجينا له certain radius، طبعا هنا a certain radius،
خلينا نفرض على سبيل المثال انه A equal الراديوس equal 10 مليمتر، يعني 1 سنتي. اذا جينا اخذنا هون عدة قيم للفريكونسي بالهيرتز، وهنا قسنا الدلتا بالمليمتر بناء على هذا القانون، انه دلتا ايكوال 1/باي اف ميو نود سيجما. طبعا قيمة سيجما هيها جيفن، ميو نود كونستانت باي كونستانت، واف بدنا ناخذ عدة قيم للفريكونسي ونعوض في هذا القانون ونحسب دلتا. فاذا جينا اخذنا فريكونسي 10 هرتز، فريكونسي 10 هرتز إذا عوضت في هذا القانون راح تشوف دلتا إنها 20.8 مليمتر. إيش يعني؟ حكينا إن الواير الراديوس 10، يعني القطر كامل للسلك راح يكون 20، يعني الموجة تقدر تخترق في، لو الموجة جاي من برا، جاي بهذا الشكل من برا، فالموجة بتقدر تخترق مقدار 20.8، معناته اخترقت السلك كامل. صح ان هون الفريكونسي عبارة عن AC frequency، لكن very low frequency، والvery low frequency مقاومته هون نفس مقاومة DC، بحيث انه الدلتا هون اكبر من الديامتر. طبعا طالما الدلتا اكبر او يساوي الديامتر، فمعناته انه RAC equal RDC if دلتا اكبر او يساوي 2A، والمقصود بال 2A اللي هو الديامتر. فإذا زدنا الفريكونسي هلا ل 60 هرتز، راح تشوف إنه صار 8.6، يعني دلتا ما قدرت تخترق السلك كامل، وإنما دلتا اخترقت بمسافة 8.6 للداخل، يعني صارت هاي المسافة اللي هون اللي هي 8.6. يعني بعد مسافة 8.6 اللي صار في الداخل هون اللي اخترق، اللي قدر يخترق، اللي هو 36.8%، لأنه تعريف دلتا اللي هو قديش قيمة الماجنتيود، قديش قيمة الماجنت. طبعا هاي 36.8% عند الإدج بالضبط، يعني خلنا نعمله هون بعد 1 دلتا بالضبط راح يكون الماجنتيود قيمته 0.368. طيب هاي ال 0.368 راح تتوزع في داخل المقطع، وقيمتها راح تنقص بشكل سريع جدا، بشكل اكسبوننشالي، لحتى نصل لعند السنتر. هاي اذا ظل في عندنا شحنات لعند السنتر. فقيمة دلتا هون 8.6، معناته هون بلشت في عندنا فجوة في داخل السلك، معناته هون الار اي سي الاريا صغرت، والاريا بما انها صغرت وموجودة في المقام، فالار اي سي راح تكون اكبر من الار دي سي. اذا اخذت فريكونسي 100 هرتز، فراح تشوف انه دلتا صارت 6.6، يعني الاختراق صغر اكثر. إذا أخذت 500 هرتز، فراح تشوف الاختراق صار 2.99 مليمتر. إذا أخذت very big frequency 10^10 هرتز، يعني 100 جيجا هرتز، فراح يصير اختراق 6.6 × 10^-4 ملي، والملي هي كمان 10^-3. فمعناته صارت سماكة قشرة صغيرة جدا. معناته لما تتعامل مثلا ب بالوايرلس رينج، مثلا فور فريكونسي لايك 2.4 جيجا هرتز، عشان هيك بتشوف في المكتبات يو اس بي او كوابل اتش دي ام اي او كوابل طابعه، بتلاقي التيب اوف ذا كيبل مطلي، يا اما فضه يا اما ذهب. وسبب طلائه بالفضه او الذهب لان الكوندكتيفيتي سيجما للفضه او الذهب اعلى من النحاس، فبدل ما يصنعوا السلك كامل من فضه او من ذهب ويصير حق السلك كثير غالي، بروحوا بطلوا طرف السلك بسماكة دلتا أو 2 دلتا، بحيث أنه هاي السماكة راح تكون في المايكرومتر. ليش؟ لأنه عند هاي الفريكونسي أصلا الكرنت راح يكون ماشي within this depth خلال هذا المايكرومتر. فبدل ما أنا أطل السلك كله وأرفع ثمن السلك على الفاضي، لأنه مش راح يمر كرنت في كامل هذا السلك، بروح بعمل فقط قشرة خفيفة من مادة very good conductivity لحتى ما أزيد السعر كثير، وبرضو أحسن الموصلية. فهي أحد تطبيقات السكيل إفكت في واستخداماتها في الترانزميشن لاينز. تطبيق آخر للسكيل إفكت، إذا جينا نتكلم على الكوميونيكيشن، إذا كان في عندك هنا سطح البحر، بحيث إنه هنا سي ووتر
وفوق طبعا عندك الفري سبيس، وكان في عندك غواصة هون أسفل الماء وبدك تحاول، وكان في مثلا هون على سبيل المثال ان ايربلين بدها ترسل إشارة إلى الغواصة أو عملية كوميونيكيشن مع الغواصة. فهون بتصير مسألة ديزاين مثلا، إنه شو قيمة الفريكونسي اللي أرسل عليها الإشارة بحيث إنه تقدر هاي السيجنال تصل للغواصة الموجودة على سبيل المثال على عمق 200 متر تحت الأرض تحت البحر. فبتيجي تحكي كالدال، دلتا إيكوال 1 على باي اف ميو سيجما، أو دلتا إيكوال بالأحرى 1 على ألفا. أوكي، دلتا إيكوال 1 على ألفا، وبتاخد ألفا من اللوسي كيس. لكن بس عشان نوضح الفكرة خلينا نعتبر إنه قانون دلتا كالتالي: 1 على جذر باي اف ميو سيجما باي كونستانت، ميو للبحر من الماجنتيك ميو نود، سيجما للبحر، قيمة سيجما للبحر تتراوح من 4 إلى 20 سيمنز بير متر على حسب ملوحة البحر. فإذا كان البحر الميت قيمته 20، سائر البحار أقلها ملوحة 4، طبعا الماء العذب سيجما إيكوال زيرو، فقيمة سيجما راح تكون ضمن هذا الرينج. فبدك دلتا هون انها تكون 200 متر عشان تقدر الاشاره تصل لتحت. فبتتحكم شو قيمه الفريكونسي، بتقدر توجد قيمه الفريكونسي اللي بتعمل فيها كوميونيكيشن مع الغواصه وهكذا. فتطبيق السكن افكت سماكه القشره لا يقتصر على الترانزميشن لاين، يقتصر على اي امور فيها ترانزميشن وفي بينك وبين المستقبل، بين المرسل والمستقبل في حاجز، فلازم تشوف شو تفاصيل هذا الحاجز وهل السيجنال تصل بكفاءه الى الطرف الثاني او لا. نجي ناخذ عدة examples على موضوع wave propagation in different media.